اما هلا هايدي بننتقل لمساحتنا الطبيه والتجميليه لليوم، موضوع بيهم كل الصبايا والسيدات اللي عم يتابعونا، وكمان الشباب بالاونه الاخيره عم نشوف عم يهتموا بحالهم بشكل كثير كبير، العنايه بالبشره. اليوم نحن عم يكون في عندنا تبدل بالصيف، حتى خلال الشتاء عم يكون في تبدل بدرجات الحراره، ومقبلين على فصل الصيف، فالبشره بتتعرض لكثير من العوامل المناخيه بتاثر عليها بشكل سلبي. اكيد نور، يعني دائما بنقول انه البشره الصافيه النقيه الصحيه خالية من الندبات ومن كل الحبوب هي من أولويات كل الصبايا وحتى الشباب، لأنه بيكون الشكل الخارجي له كتير تأثير على نفسية الإنسان، على ثقته بحاله، على شخصيته، وخصوصا مثل ما ذكرتي نور، هلا نحن بفصل الصيف، فالبشرة كتير رح تتعرض للمشاكل بسبب تعرضها للشمس. لابد مشاهدينا أنه نتعرف على كيف ممكن نحن نعتني ببشرتنا لتكون أكثر إشراق ونضارة. معنا اليوم ضيفتنا بالاستوديو الدكتورة غزل العتيق، خبيرة تجميل واخصائيه علاج بشره. اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا فيكم. صباح الخير واهلا وسهلا فيكي. بالبدايه نحن يعني هلا داخلين على فصل الصيف، وبنعرف قديش بشكل عام كلياتنا بنشتغل ونتعرض للشمس لساعات طويله، كيف فيني اليوم قبل ما يبلش الصيف احمي بشرتي، اعمل بعض القصص يمكن اللي يخليني نوعا ما ما اتاثر بشكل كبير؟ نحن بنعرف يقول لك اهم شيء الواقي الشمسي، بس في عوامل اخرى لازم انا اتاثر فيها. نعم. هلا بدايه خلينا نتفق انه اليوم طالع معكم ما لحتى اعيد الحكي التقليدي اللي بنسمعه بكل المقابلات او بكل اللقاءات، اللي هو يمكن صار اغلب الصبايا بيعرفوه او سمعانينه السوشيال ميديا او تي في. لا، بدي نوه اليوم عن نقاط يمكن اغلبنا غافلين عنها. بدايه خليني ابلش بالبشره السليمه او البشره النورمال الطبيعيه. هي البشره اللي خاليه من الحبوب الملتهبه، خاليه من التصبغات، ما انا جافه ولا انا دهنيه. هاي البشرة صراحة لا تحتاج إلى شيء، يعني أبسط روتين عناية نحن ممكن نحتاجه، خطوات جدا بسيطة، نكتفي بغسل البشرة صباحا بماء دافئ، مساء بماء دافئ، نستعمل بعد غسل الوجه تونر طبيعي، أنا أفضل ماء الورد المبرد، يعني ماء الورد اللي نحطه نحن بالبراد نستعمله بعد الغسل، هذا كافي 100%. أغلب الحالات أو كل الحالات لسيدات بشرتهم صحية، بشرتهم نضرة، بيراجعوني بالمركز بسألهم، أنا بكون حريصة أني أسألهم مثلا نحن شو عم نستعمل لبشرتنا حتى هالقد حلوة؟ كان الجواب واحد، أنه نحن دكتورة تصدقي ما بنستعمل شيء، ما بنعمل شيء. طبعا أنا بصدق، لأنه أنا شخصيا على المستوى الشخصي ما عملت جلسات تنظيف بشرة أو عناية بشرة مطلقا، ما بستخدم مرطبات نهائيا، ما لجأت أنه أنا أشتري غسول يومي استعمله بشكل يومي، لأنه هاي الشغلات بتضر البشرة الطبيعية ما بتفيدها. صحيح. هاي القاعدة العامة، بس لكل قاعدة استثناء. نحن عندنا بشرات بحاجة أكيد لعلاج، بحاجة أكيد لاهتمام. مثلا البشرة اللي بتحط يعني الصبايا اللي بيحطوا ميك اب يوميا مثلا غرض شغلهم او شغلهم بيفرض عليهم هذا الشيء، وقتها هون نحن اكيد بدنا نتداخل بانه نحن نزيد الاهتمام، نزيد العنايه، بده يكون عندهم روتين اسبوعي لموضوع تنظيف البشره، اكيد بدنا نستخدم غسولات معينه بتحتوي على مواد السليسيليك اسيد. في غسولات معينه بتنصحي فيها؟ هلا انا شوفي ما بنصح، او حسب كل بشره تماما. كل حاله لها خصوصيتها، كل حاله لها بروتوكول علاج معين. يعني انا ممكن يكون عندي صبيتين، صبيه بشرتها دهنيه وصبيه بشرتها دهنيه، بس انا استخدم هون غسول غير هون غسول، لانه في تبعيات، ممكن الصبيه يكون عندها مسام، ممكن يكون عندها حب ملتهب، ممكن هي ما يكون عندها هي المشاكل، فكل حاله لها خصوصياتها. يعني لهيك نحن بننصح الصبايا انهم ما يستخدموا هاي البرودكتس او هاي المنتجات بشكل عشوائي، لازم يتوجهوا لطبيب مختص او شخص مختص يساعدهم بهي المشكله. صحيح. تمام. يعني نحن هلا بشهر رمضان، البشره كثير رح تعاني من مشاكل، خلينا نوضح ابرز هي المشاكل وكيف ممكن نحن نتعامل معها. اوكي. هلا بشهر رمضان نحن بنواجه من مشكلتين، المشكله الاولى هي الجفاف. صحيح. بسبب انه نحن ما بنشرب مياه طول فترات النهار، هذا الشيء بيؤدي للجفاف، لهيك لازم نشرب كميات وفيره من الماء خلال فترات الافطار، خاصه السحور. وبدي ارجع نوه انه البشره الجافه فقط هي اللي بنحتاج لترطيبها بشكل زياده، يعني اذا نحن كنا يوميا نرطب بشرتنا مره باليوم، لا، بدنا نصير نرطبها مرتين وثلاثه. ما ننسى اهم
منطقتين بالوجه هن بيتعرضوا للجفاف بشهر رمضان، هي الشفايف ومنطقة حول العين، واللي هي أغلب الصبايا بيهملوها أو ما كتير بينتبهوا عليها. المشكلة الثانية اللي هي تغيير عادات الأكل خلال رمضان. صحيح. نحن ما شاء الله بسوريا رمضان يعني أكل. السيدات المائدة السورية أساسا كل الغنية بالأكلات والدسمة. صحيح. إنه الحلويات والأكلات الدسمة وإلى آخره. الأفراط بتناول الوجبات الدسمة، الوجبات الحاوية على سكريات تؤثر سلبا على البشرة. لهيك نحن لازم نحافظ على غذاء صحي متوازن خلال فترة رمضان. طيب خلينا نحكي عن الأمور التجميلية. نحن بنعرف إنه البوتوكس والفيلر أغلب الصبايا بيستخدموه للتجميل، بس بالآونة الأخيرة عم نشوف إله أمور أخرى ممكن نستعين فيها طبيا. خلينا نحكي عنها، يعني في بعض الأمور الطبية ممكن يكون إلى آثار جانبية من خلاله. مثل ما قلتي، هو الأشياء للناس تعرفوا أنه البوتوكس والفيلر هو فقط لأغراض تجميلية. صحيح. لا، يستخدم أكيد لأغراض علاجية، خاصة البوتوكس. البوتوكس نستخدمه لعلاج الصداع النصفي الشقيقة، نستخدمه أيضا لفرط التعرق، القبطين، اليدين، القدمين، فرط نشاط المثانة. يستخدم أيضا بحالة صرير الأسنان، اللي هن الأشخاص اللي بيشدوا على أسنانهم وهن نايمين، بفيقوا الصبح بيلاقي إنه أسنانهم واجعتهم. أيضا البوتوكس بيعالج هاي المشكلة. بالنسبة للفيلر، الفيلر في عنا شيء اسمه ندبات انخماصية، بتكون نتيجة رضوض، نتيجة حادث، نتيجة عمل جراحي. الفيلر بيعالج هاي الندبات، حتى ندبات اللي ناتجة عن حب الشباب أحيانا ممكن نعالجها. أحيانا حالات تراجع الفك، نحن بدل ما نتعرض لجراحة كبرى ممكن أن نحن بالفيلر نعالج هاي المشكلة. أطباء العظمية حاليا هذا عمل ثورة بمجال العلاج، عم يستخدموا حمض الهيالورونيك أسد لعلاج آلام المفاصل والاضطرابات المفصلية الحركية. تمام. طيب دكتورة، شو بالنسبة للصبايا يلي بتعرضوا كتير للشمس خلال هذا الفصل بالصيف، كيف ممكن يتعاملوا مع بشرتهم؟ كيف ممكن يعتنوا فيها؟ في كريمات معينة؟ أوكي. هلأ نحن لما قلنا التعرض للشمس معناتها بدنا نيجي على موضوع الواقي الشمسي. هلا مثل ما متداول انه اهم شيء الواقي الشمسي. اوكي، الواقي الشمسي مفيد، فوائده معروفه، الوقايه من سرطانات الجلد، الوقايه من الشيخوخه، الوقايه من التصبغات، بس كل شيء منبالغ فيه وبنفرط باستعماله على فترات طويله فيه اضرار. الواقيات الشمسي بتحتوي على ماده الاوكسيبنزين اللي ممكن تعمل اضطرابات غدد صماء، بيحتوي على مادة الفينوزين. الفينوزين هي مادة بتأثر على الإنجاب بنسبة 30%. هنا نعملوا تجارب لأنه هي بتأثر على قدرة الإنجاب. بالإضافة أنه هي بتمنع بعض فوائد الشمس اللي نحن بنحتاجها. أوكي. لهيك هلا بتقولي طب دكتورة، يعني أكيد نتعرض للشمس مو أحسن أنه يعني نتعرض للشمس ولا نحط واقي شمسي؟ اوكي، بنحط واقي شمسي بس في بروتوكول، يعني نحط بمواسم معينه، باوقات معينه، باعتدال، بكميات منيحه. في صبايا بيحطوا مثلا بدهم يروحوا عندهم مناسبه عرس بالليل بيحطوا واقي شمسي، انه احسن من الفونديشن، هذا الحكي مرفوض. نحن لازم نحط الكميه الصحيحه، الكميه المناسبه، بالاضافه انه ما نتجاهل دور الشمس المفيد. يعني نحن عندنا من الساعه 8 صباحا لل 10 ونصف صباحا ممنوع نستخدم واقي، لانه نحن هيك عم نلغي فائده الشمس. بعد الأربعة مساء الشمس كتير مفيدة. صحيح. امتصاص فيتامين دال لتكوين جزيء أكسيد النتريك اللي هو بيساهم بانخفاض الضغط وبالوقاية من أمراض القلب. كمان في شغلة مهمة في فصل الصيف، إنه نحن لازم نرتدي نظارات واقية، نظارات شمس واقية بتوقي منطقة العين من التجاعيد، من الخطوط الرفيعة بنسبة 100%، فما ننسى هذا الموضوع. هلأ أنا بنصح الصبايا إنه قبل ما يستخدموا أي واقي يراجعوا شخص مختص، طبيب مختص، لحتى ينصحهم بالواقي المناسب. بس في يعني كم شغله هيك اساسيين نحن بنختارهم، بنحرص على انهم يكونوا باغلب الواقيات، اللي هو انه نحن نستخدم واقي بيحمي من اليو في اي واليو في بي، الاشعه الفوق بنفسجيه الطويله والاشعه فوق بنفسجيه القصيره. بالاضافه انا بفضل انه نحن نستخدم واقي شمسي معدني أو ما يسمى فيزيائي، بيحتوي على مواد طبيعية بيعمل حماية فورية من الشمس، وحتى فينا نستخدمه للبشرات الحساسة وحتى للأطفال.
في كمان نقطة مهمة إنه نحن لازم كل ساعتين نجدد الواقي، خاصة فترات الذروة اللي هي من 11 صباحا للرابعة مساء نحن لازم نجدد الواقي. بس برجع بأكد الواقي له مواسم، له أوقات معينة، نحن ما فينا نستخدمه بشكل عشوائي، مو أي كريم واقي بينحط، بدنا نكون كتير حريصين على صحيح. هذا الموضوع. سريعا معنا دقيقة دكتورة، خلينا نحكي عن فينا نقول الجانب الآخر. هلأ جاي الصيف بتلاقي الصبايا بيتعرضوا للشمس بشكل أكبر من خلال الحصول على السمار، بنشوفها إنه نحن بدنا نحصل على البرونز اللون الجميل، كمان إلى آثار سلبية خلينا ننوه عنها، بتعمل تصبغات وبتعمل أشياء كتير طبعا. ممكن خصوصا الصبايا الصغار اللي هن يعني هلا حابين يعتنوا بحالهم، بتلاقي ما بيعرفوا هي التفاصيل المهمة. الشمس هي من أكثر الأسباب المسببة لسرطان الخلايا الصباغية اللي هو زيادة إفراز الميلانين. يعني بعتقد انه لازم انه كل الناس او كل الصبايا يعرفوا انه البرونزاج والتعرض للشمس بلا واقي يؤدي لسرطان. هاي معلومه خلص نحن متفقين عليها، مجمعين عليها. فللاسف تصرف خاطئ، لازم نحن نوقي حالنا من الشمس، لازم نتفادى تجنب الشمس بهي الفتره، وما يكون الموضوع بس تركيز انه انا بدي اعمل لون حلو. لا، في الصحه اهم بكثير من هاي الامور. أكيد بدنا نشكرك كثير الدكتورة غزل العتيق، خبيرة تجميل وأخصائية علاج بشرة، أهلا وسهلا فيك، نورتينا. شكرا لك دكتورتنا الجميلة، حاولنا يمكن نسلط الضوء على نقاط مهمة، شكرا لكل المعلومات اللي حكينا عنها، شكرا لك. العفو.